وضعك في الصورة غايتنا. فقط ربيع، أعتقد أنه أفضل امتحان كان أو أفضل مباراة إن صح التعبير في حقبة أو في عهد وليد الركراكي مع الوداد المغربي. هي تعتبر الأفضل لأنه الرهان كان، أعتقد بأنه كان موجود بصفة كبيرة، خاصة وأنه هذه المباراة كانت تقريبا هي المباراة المفصلية، ممكن لكل طرف تكون فرص تأهل وافرة. وأعتقد بأنه فريق الوداد البيضاوي نجح في تجاوز عقبة نادي الزمالك، فرق بسبب العديد من المعطيات. المعطى الأول حضور الجماهيري، تقريبا في رأيي الشخصي أعطى دفعة قوية وشحنة قوية للاعبين، خاصة بالهدف المبكر الذي تلقاه. وأنت تعرف في مثل هذه المباريات، في مثل هذه الظروف، أنت محتاج للتحفيز، ولا يكون أي طرف ممكن في موقع جيد من أجل أنه يحفز اللاعبين إلا الجمهور. النقطة الثانية في رأيي الشخصي، وهو أنه كان واقعي فريق الوداد البيضاوي، في رأيي الشخصي نشوف الفرص التي أتيحت له نجح في تسجيلها، واستغل الأخطاء الفردية للاعبي الزمالك سواء كان المثلوثي أو من خلال أبو جبل، من خلال هذه اللقطة التي نشاهدها. النقطة الثالثة كذلك استمراره على نفس النمط طيلة المباراة، رغم أن الزمالك كان يحاول، أعتقد بأن الوداد أعطانا انطباع بأنه سيطر على المباراة ولعب بذكاء، خاصة على مستوى وسط الميدان، الذاودي، جبران، والجعدي في رأيي الشخصي ثلاثي الوسط كان جيد كثيراً. الجعدي الجعدي كان جيد على مستوى حجم لعب وعلى مستوى الأخطاء التكتيكية التي كان يقوم بها سواء جبران وخاصة اللاعب جلال الذاودي، كلها معطيات خلت أنه فريق الوداد يفوز بثلاث أهداف. لكن في رأيي الشخصي يجب إصلاح المنظومة الدفاعية لفريق الوداد البيضاوي، أعتقد بأن المشاكل الدفاعية لا زالت قائمة، بدليل الهدف كذلك الذي سجل. من غير المعقول أن لاعب يتريث ويتأخر من أجل التسديد، ولا لاعب يضغط على اللاعب على الأقل من أجل أنه يحجب له زاوية التسديد، وهذا ما لم يكن في هذه المباراة. والحمد لله أن فريق الوداد تجاوز عقبة الزمالك وفاز ثلاث نقاط ثمينة. واضح كابتن ربيع العفوي. الان استاذ محمد المهودي جاهز. احنا دائما عندنا مثل يقول لك الاشياء الجميله، الاشياء الجيده يجب ان تتعب من اجلها، واستاذ محمد المهودي يجب ان نتعب من اجله حتى يكون معنا في ادهى حلها. اي الحمد لله هو يضحك، يعني ما دام يضحك يسمعنا استاذ محمد المهودي. نرجع لك استاذ محمد المهودي، قلت لك منذ قليل انه تقريبا، هذا راي شخصي، انه في هذه الجوله الثالثه الوداد تقريبا هو الفريق الوحيد اللي شعرت انه بدانا نشاهده في فريق بامكانه المنافسه، بدانا نشاهد في فريق بامكانه ان يكون بطلا، فريق يمتلك المقومات من استقرار فني، استقرار اداري، وخاصه دفع جماهيري غير عادي بالمره، تقريبا افضل مدارج شاهدناها في هذه الجوله الثالثه من الشامبيونز ليج الافريقيه. اولا عزيزي هيكل، انا لا اخفيك سعادتي بفوز فريق الوداد الرياضي وبالطريقه التي فاز بها فريق الوداد الرياضي وبالحضور ايضا الناجح والمتميز والاستثنائي لجمهور الوداد الرياضي. ولكن ايضا دعني في البدايه افتح قوس واوجه عتابي القوي وايضا غضبي الاليم من مجلس مدينه الدار البيضاء ومن الشركه المكلفه ايضا بالملعب وايضا حتى من اداره فريق الوداد الرياضي، لأن المرافق الصحية لمركب محمد الخامس كانت سيئة جدا، ولم تكن في مستوى طموحات ضيوفنا، ولم تكن في مستوى طموحات من حضروا اللقاء من خارج المغرب. فمن المفروض جدا أن نقدم صورة جميلة وجميلة جدا عن هذا الوطن، فكل واحد عليه أن يتحمل مسؤوليته، وكل واحد عليه أن يعرف بأن المسؤولية تساوي المحاسبة في الدستور المغربي. هذا شق لا بد من الإثارة غضبي وألمي كباقي المغاربة الذين تألموا لذلك، ونحن نسمع وكما شاهد البعض أن مجموعة من الضيوف وجدوا صعوبة في المرافق الصحية. من العار والعيب أن تكون المرافق الصحية لمركب في لقاء عملاق مع فريق الزمالك المصري بهذه الرداءة وبهذه السفاهة. أما فيما يخص فريق الوداد الرياضي، أنا لا أتفق معك عزيزي هيكل أن تقول بأن هناك استقرار إداري. أولا الوداد الرياضي لا إدارة له، والوداد الرياضي له شخص واحد يسيره وذهب به إلى النفق المظلم. قوة الوداد الرياضي الآن والتي يجب أن نجهر بها هي في المدرجات،
لما عاد الجمهور عادت الحياة للوداد الرياضي، لما عاد الجمهور زرع الروح في اللاعبين. أنا أتصور لو قدر الله كان اللقاء كان بدون الجمهور، كان مع الهدف الأول لفريق الزمالك المصري سيدخل الشك في اللاعبين بعد هزيمتين متتاليتين. وبالتالي أنا أقول أفضل ما كان في لقاء الوداد الرياضي والزمالك المصري هي تلك الجماهير الرائعة والمميزة والاستثنائية في داخل كرة القدم الوطنية. الوينرز هذه هي الحقيقة، هي القوة الضاربة داخل فريق الوداد الرياضي، وهي التي أعطت صورة حضارية عن الوداد الرياضي، وهي التي أيضا دفعت اللاعبين إلى العودة إلى المقابلة. تصور أن الهدف بعد الهدف أن جمهور الوداد الرياضي كان كله يؤازر الحارس التقناوتي، لأنهم كانوا يعتبرون بأن هذا الهدف سيزرع الشك في حارس التقناوتي. وأيضا هذه فرصة أيضا لأنوه بحركية النضالية لجمهور الوداد الرياضي الذي فضح واحتج على الناخب الوطني الفاشل خليل زيتش وهو يصيح بصوت واحد عن اللاعب زياش. أكثر من ذلك أنه فضح أخلاقيا خليل زيتش حينما قال في حوار مع أحد المحبين وسجلوه ووثقوه، قال أنه نادى على زياش ولكن زياش رفض، وفي الندوة الصحفية السابقة قال لن أستدعي زياش. أي أخلاق هاته؟ أي تربية هذه؟ شكرا لجمهور الوداد الرياضي على هذا الفتح، وشكرا على نضالكم، وشكرا على دعمكم لفريق الوداد الرياضي. وضع السيد محمد المغودي، على فكرة أنا شفت الفيديو، شفت الفيديو لخليل زيتش مع أحد جماهير الوداد لما سأله عن زياش، قال هو الذي لا يريد الانضمام للمنتخب المغربي وتهرب من الأمر. الحقيقة وعرفت أن أستاذ محمد المغودي دون أن أسأله سيتطرق لهذا الأمر بصفة شخصية. فقط نرجع لك في نقطة، باعتبار هو على فكرة الخلاف لا يفسد للود قضية، ولكن أنا بالنسبة لي أنا لا أعرف ولا أعلم بديكتاتورية الرئيس الوداد، أنا أشاهد في إدارة للوداد. أنت ممكن أقرب مني من الداخل وعندك رأي شخصي وعندك رأي ممكن تشاهده بطريقة أفضل، ولكن بالنسبة لي الذي أقرأه والذي أشاهده هو مجلس إدارة الوداد. هل يتحكم فيه شخص واحد أم هم مجموعة أشخاص؟ هذا أمر آخر. سأعود إليك بعد قليل أستاذ، بعد قليل، باعتبار في شيء مهم جدا يجب أن نتحدث فيه عن هذه المباراة، وهي العقوبات مجلس إدارة الزمالك قبل إقالة فابريس كالتيرون بعد حركة كانت مع ملتقط كرة في هذه المباراة. سأعود إليها بعد قليل مع الأستاذ محمد المغودي، ولكن قبل ما أيضا نرجع لشريف، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، مش بخرج عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركنش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.